هدف لكل فريق فالنسيا اولا من اريك ابيدال بالخطا وبعد ذلك برشلونه من بيدرو بينيه وسريعه وفالنسيا لا زال يعتمد ممكن جول ممكن جول ممكن جول جول بابلو هرنانديز بابلو هرنانديز والجهه اليسرى المولعه عدل في فريق فالنسيا تصنع الان الهدف الثاني مثل ما كانت حاضرة في الهدف الأول الآن أيضا حاضرة بالهدف الثاني اللعبة من الجهة الخطيرة اللي يتقدم فيها ماتيو شوف 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 لاحظ مرت 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 ومرت حتى من سيدو كيتا وبالتالي ماتيو مرت من سولدادو ما أدري إيش بلا إريك أبيدال اليوم إريك أبيدال ما أدري إيش فيه اليوم لاحظ معاي مرة أخرى وصلت بأحلى لقطة الحقيقة يتمناها أي لاعب لأنها مرت من إريك أبيدال تقشرت بعدها ووصلت المرمى إريك أبيدال ما أدري إيش بلا والله الليلة ما أدري إيش فيه.